نائب وزير القوى العامة والإدارة الذي ولدت النقابة بدعم ورعاية سيادته معالي الوزير كمال أبو عيد. أربعة وثلاثين سنة اشتركت في حرب استنزاف من أولها وحرب أكتوبر. حامي لوطنك ما لها بالموت، وصل مسيحي من وراك يحموك، قالوا عليك إشاعات بالكذب والجبروت لأجل إنساك التاريخ والشرف ما يسوق. أبداً يا جيشنا، أبداً يا جيشنا، عيني ما تبكي عليك، أنا ببكي على غدر الزمان اللي جعل للنجم صوت. ما يهمك يا جيشنا، ما يهمك يا جيشنا حتى ولو أهنوك، ما يهمك يا جيشنا حتى ولو أهنوك. دول أشباه رجال، دول أشباه رجال، وأنت يا بطل كالحوت. على فكرة اتعمل يا اخوانا، لان ده بيمثل 5,000,000 فرد من المتقاعدين و 800,000. ال 5,800,000 لو قلنا كل فرد منهم معاه فوق شريكه اتنين، يعني احنا 11 مليون. تخيلوا 11 مليون. طب لما تدخلوا معاهم الثوار يبقوا كتير قوي، لما تدخلوا معاهم نقابة العمال والفلاحين يبقى احنا وصلنا للكيان اللي احنا عاوزينه. انما احنا بنقول عاوزين نبدا بالمتقاعدين العسكريين لحد ما ننضم مع بعض. القوات المسلحه معروفه ان هي مصنع الابطال. القوات المسلحه مصنع الرجال، القوات المسلحه عارينا الابطال، القوات المسلحه بتاخد الفرد وهو داخل عندها ما يعرفش حاجه، بتدخله بياخدوا اخونا صف ضابط يلبسوا الافرول عشان ما يبقاش فيه ولا ابن وزير او ابن خفير، كلنا ولاد. بتدور على ان البلد دي تقف على رجليها، فكرينا كمان ان اولادنا، ده اولادنا، اولادنا اللي طالعين دول، احنا يعني خدنا حياتنا وحرمنا ال 73، وانا اساسا مصاب حرب ال 73. ده فخر للقوات المسلحه بس، لمصر كلها. لا لان دي الناس اللي ضحت وزمايلهم ضحهم في سبيل الوطن. يعني سينا دي كل حبه رمل فيها شهيد، فيها دم، فدي ما تتسابش لاي حاجه. فيعني ده نواة النقابة دي للناس اللي ضحهم بشبابهم في القوات المسلحة. نحتفل النهارده ان شاء الله بشهدائنا وافتتاح تشكيل نقابة جديدة مستقلة، ان شاء الله يبقى لها ليها بصمة في المجتمع الايام اللي جاية. ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك كنت من احد جنود حرب اكتوبر؟ انا اتخرجت سنة 76 بعد الحرب بسنتين، وكان يمكن ليا حظ ان انا شاركت في تحرير الكويت في سنة 91. النهارده لان كل نقابه تقام هي خطوه على طريق الحريه والتواجد والتجمع وتجمع الناس مع بعضها، والمحاربين القدماء دول اسياد العالم، مش اسياد مصر بس، لا اسياد العالم، لان احنا من احمص وحتى اليوم اول اجناد الارض، خير اجناد الارض كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا عضو مجلس اداره نقابه اصحاب المعاشات، وبننضم لأي نقابة تقام، وأنا عضو قيادي في الحزب الناصري، وبشوف إن كل يعني إنشاء لأي نقابة هي نوع من التوحد مع الوطن
وانا على فكره عملت استماره تطوع رغم اني ابلغ من العمر ارزله، وكان اول استماره عملتها تطوع كنت طالبه في اعدادي في 56 وحملت السلاح وكانت البندقيه اكبر مني. الحمد لله ربنا نصر، وانا عندي امل دايما ان الجيش اللي هو ابني وابنك واخوك وعمك